أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، ويسعدنا أن نتواصل نحن وإياكم في برنامجنا صباح الخير طول كريم، ويسعدنا أن يكون معنا في هذا اليوم في هذا البرنامج الأستاذ بسام الصالحي أمين عام حزب الشعب الفلسطيني وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني. أهلا وسهلا فيك. أهلا بك. أهلا صباح الخير. يعطيك العافية. يعني الكل وأنظار العالم اليوم والشعب الفلسطيني يعني إلى حد ما اليوم مبسوط ومسرور جدا في لقاء الرئيس أبو مازن وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. يعني والكل يقول ويردد مصالحة انقسام مصالحة انقسام، وماذا بعد؟ أنت من خلال رؤيتك وكيف تحلل الواقع الفلسطيني في ظل المصالحة أو المصالحة والواقع الفلسطيني؟ صباح الخير. يعني أعتقد أولا بأنه الموضوع نسبي بالإجمال، يعني نحن علينا أن نرى بأنه هذه خطوة مهمة للأمام باتجاه تنفيذ الاتفاق الذي وقع في أيار والذي لم يكن هناك خطوات حقيقية في تنفيذه خلال الفترات الماضية، وبالتالي تسبب بإحباط شديد لدى الناس حول جدية إنهاء الانقسام. الآن أن يجري يعني تجديد السعي من أجل تطبيق هذا الاتفاق هذا أمر مهم، ولكن بطبيعة الحال في رأيي أن المواطن العادي ينتظر الآن أفعال أكثر مما ينتظر أقوال، ولذلك يعني هناك مسؤولية أعلى في أن يجري تطبيق وتنفيذ فعلي لما تم الاتفاق عليه في القاهرة. وبالنسبة لنا المعيار الأساسي لذلك هو مدى الانسجام مع القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية، بالتالي السعي من أجل تأكيد أولا موعد الانتخابات في أيار هذا أمر في غاية الأهمية، وهذا يعني بإمكانية المباشرة بسرعة في تشكيل لجنة إعادة تشكيل لجنة الانتخابات ومحكمة الانتخابات وبدء عمل لجنة الانتخابات في تحديد سجل الناخبين، لأنه هذا أمر يعني كما هو معروف لجنة الانتخابات تحتاج إلى 3 أشهر حتى تعيد ترتيب أمورها، لكن لا يضير أن تبدأ عملها من اليوم، يعني طالما أن هناك اتفاق على تأكيد إجراء الانتخابات في موعدها. في رأيي الأمر الأكثر أيضا إلحاح هو كيفية قطع الطريق على مساعي الولايات المتحدة وإسرائيل في استغلال الانقسام من أجل التشكيك في الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة. التقرير لجنة العضوية في الأمم المتحدة الذي بحث هذا الأمر أشار بشكل ساطع وواضح إلى أن لا يمكن لبعض الدول استغلت ذريعة الانقسام كي تقول بأنه إذا كانت السلطة لا تسيطر على 40% من سكانها ولديها إقليم منفصل وغير ذلك، بالتالي هي لا تستحق أن يعترف بها كدولة، وبالتالي إسرائيل تريد أن تستخدم هذا لإجهاض فكرة الدولة الفلسطينية من الأساس. ومن هنا أعتقد أن المغزى السياسي كان في غاية الأهمية بأن يجري تأكيد أن هناك كيان واحد في الضفة والقطاع وهو أرض الدولة الفلسطينية المستقلة، وبالتالي أن هناك تفاهم سياسي على هذا الاتجاه. يبقى أمر الحكومة التي في رأيي أيضا بالإمكان تذليل هذه العقبة، خاصة وأن الحكومة القادمة في كل الأحوال هي حكومة لفترة انتقالية، وبالتالي لا مبرر كما قلنا سابقا أن يحشر أمر الحكومة في أزمات لا لزوم لها. يعني اسمح لي هنا، يعني بما أنها فترة انتقالية ولماذا مثلا ونريد المصالحة والوحدة الوطنية وطي ملف الانقسام نهائيا، ولكن تظهر بعض القضايا التي تركز على الأسماء، لماذا يتم التركيز على أسماء على الأسماء واختيار الأشخاص أو الشخصيات وأن هناك مرحلة انتقالية فقط مثلا لأيار حسب ما يتم معرفته لحين الانتخابات في شهر أيار؟ نعم، في رأيي أنه هذا موضوع يعني حمل أكثر مما يحتمل. نحن قلنا في السابق بأنه من الظلم للشعب الفلسطيني أن يعني يحشر في وضع أنه لا يوجد لديه سوى مرشح واحد لرئاسة الحكومة، وأيضا من الظلم للدكتور فياض أيضا أن يوضع في موضع أنه العقبة لتشكيل حكومة الوحدة. ومن هنا أعتقد بأنه هذا الموضوع أفترض أنه طوي، بمعنى أن لا يوجد إصرار على الترشيح، ولكن أيضا اللي يجب أن لا يكون هناك إلغاء لمبدأ الترشيح، بمعنى أن في أجواء المصالحة
الناس بإمكانها أن تتحدث بواقعية عن كل الخيارات لموضوع تشكيل أو موضوع رئاسة الحكومة. هنا كان هناك قضية إشكالية من نوع محدد، أن الرئيس أبو مازن كان يقول هذه حكومتي وأنا أشكلها، وكان هناك اختلاف بين هذا وبين الحديث الذي يدور عن أن هذه الحكومة ستتم تشكيلها بالتوافق، وبالتالي اختيار أسماء أعضائها ورئيسها بالتوافق. في رأيي بأنه الاتفاق في القاهرة والمزاج العام الذي حصل أمس وأيضا اللقاء المرتقب في الشهر القادم سيجلي هذه، بأن شخص رئيس الحكومة سيكون محط إجماع من كافة القوى إن أمكن ذلك، وبالتالي هذا يعني يحل ثلثي المشكلة في موضوع تشكيل الحكومة. المهم أن لا يجري التمترس خلف أي يعني اعتبارات لإعاقة تنفيذ الانقسام. دعني هنا أشير إلى قضية أيضا يجب المباشرة فيها، يعني يجب إطلاق سراح كل من اعتقل على خلفية الانقسام في غزة وفي الضفة، وأيضا الأهم من ذلك أن يجري وقف أي مس بالحريات التي تراجعت أيضا بسبب الانقسام في الضفة وغزة. ومن هنا في رأيي أن لا داعي لانتظار الشهر القادم حتى يجري تنفيذ ذلك، بالإمكان مباشرة في تنفيذ ذلك، خصوصا أيضا أنه كان بعض الالتزامات بهذا المعنى في لقاء أول أمس. نعم أستاذ بسام، يعني نلاحظ أيضا في الفترة السابقة أو المصالحة بالفترة السابقة ذهبت فصائل العمل الوطني تبارك هذا الاتفاق، واليوم يتم بنفس الطريقة العمل، هناك دعوة للفصائل والذهاب إلى القاهرة لتبارك هذا الاتفاق، لماذا هي لا تكون فصائل العمل الوطني بدون استثناء هي شريكة بالاتفاق؟ شوف أنا يعني هنا أريد أن يعني أن أقول الأمر التالي. أولا اتفاق القاهرة 2000 أيار هذا العام هو لم يكن اتفاق منقطع الجذور، كان هناك نقاش معمق وموسع في 2009 وشاركت به كافة القوى، وأستطيع القول أنه في العديد من القضايا التي طرحت في هذا كانت هناك أيضا مساهمات فعلية وجدية للقوى في هذا النقاش، لم يكن اتفاق بين فتح وحماس في 2009. والذي تجدد في أيار هو عمليا استعداد فتح وحماس للتوقيع على هذا الاتفاق. فتح طبعا كما نعرف وقعت هذا الاتفاق، حماس لم توقع هذا الاتفاق، وبالتالي دخلنا في إشكال، ولذلك كل القوى عمليا كان يعني تنفيذ الاتفاق يتوقف على 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 توقيع حركة حماس. الآن حركة حماس وصلت إلى هذا التوقيع بتفاهم مع فتح، بتفاهم مع المصريين، بتغيير بموقفها، هذا شأننا يعني نحن يعني هذا شكل في رأيي ليس هو الجوهر، ولكن ما وقع عليه في أيار في هذا العام هو امتداد لاتفاق 2009 الذي ساهمت به كافة القوى. طبعا نحن يعني أحيانا تحس بأنه هذا بعض هذه الأطراف خصوصا حماس أو فتح تريد أن يعني تعطي مغزى خاص لتفاهمها بشكل مشترك، ليكن يعني هذا الموضوع يعني هو ليس المشكلة بالمعنى المطلق. المشكلة في هذا في رأيي أن القوى الأخرى بدل أن ترى في هذا مجرد موضع احتجاج عليها أن تبحث عن آلية لتفعيل دورها لكسر أي ثنائية في النظام السياسي الفلسطيني. الثنائية في النظام السياسي تحصل ليس فقط وفق رغبات، تحصل وفق توازنات، بمعنى أن واضح أن فتح وحماس هما قوى أكبر من القوى الأخرى، والقوى الأخرى ودعني هنا أقول بوضوح أن تيار اليسار في الساحة الفلسطينية كتيار فكري اقتصادي اجتماعي سياسي ايديولوجي له مضمون ما في رؤيته للحياة الديمقراطية للاقتصاد للعدالة الاجتماعية للنضال السياسي هو له مساحة مهمة في الساحة الفلسطينية، ولكن هذه ومساحة تاريخية بالمناسبة ومساحة تزداد إلحاحيتها الآن، خصوصا ونحن نشهد ما يجري على مستوى العالم في انهيار نظم الليبرالية الجديدة ومفاهيمها للتنمية وسقوط أنظمة الاستبداد والرغبة الهائلة للتغيير والتجديد. بالتالي هذه مساحة هي لليسار في رأيي كفكر تغييري أكثر مما هي حتى للفكر الإسلامي بالمناسبة، الذي نرى في الآن في مصر الإخوان المسلمين بسرعة شديدة باتوا خلف العملية الجماهيرية الجارية في مصر، لأنه الحركة الشعبية أكبر من تكتيكات الحركات الإسلامية المحافظة في رأيي، وفي تقديري بأنه
فكر اليسار الأكثر جذرية في التغيير له مناخ ملائم، ولكن المشكلة أن هذا التيار لليسار لا يزال مشتت. ومن هنا أنا أعتقد بأنه بغض النظر مقياس الحكم على لقاء أبو مازن ومشعل أو فتح وحماس بالنسبة لنا ليس مجرد اللقاء، وإنما هو مدى الالتزام بأن يؤدي هذا اللقاء إلى تنفيذ ما اتفق عليه بشكل فعلي، وأن يحترم أي اتفاق بين هذين القوتين القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية الذي هو قانون ديمقراطي تعددي. وما عدا ذلك برأيي بدل العويل على موضوع المحاصصة أو غيره على قوى اليسار أن تنظم صفوفها من أجل أن تحتل مساحة في إطار كسر ثنائية، أي ثنائية في النظام السياسي، والاحتفاظ على قاعدة تعددية في هذا النظام. من هان يعني إحنا نحن مرتاحين لهذا اللقاء، نريد أن نرى انعكاسات فعلية له، لا يديرنا أن يكون هناك لقاءات بين فتح وحماس، ونحن سنقف إذا حسينا أن أي قضايا اتفق عليها خارج إطار القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية سنعترض عليها وسيكون لنا موقف منها. ومن هنا نحن كلنا حتى في موضوع الحكومة، مثلا حزب الشعب يرى بأن أي حكومة يجب أن تمر عبر المجلس التشريعي، وهذا موقف مختلف عن موقف حماس وفتح، ونحن لنا سبب في ذلك وليس شكلي. نحن ما نريده هنا هو أن السلطة التنفيذية يجب أن تكون مراقبة من السلطة التشريعية. هذا هذا هو أكبر ضحية كان لحالة الانقسام. ولذلك مثلا يعني كما قلت المعيار هو مدى تنفيذ الاتفاق ومدى الالتزام بالقانون الأساسي، وأي لقاء بين فتح وحماس يسهم في ذلك ويحسن ذلك هذا أمر مهم، خاصة وببساطة شديدة ليست القوى الأخرى هي المسؤولة عن الانقسام ولا هي التي أعادت تحقيق المصالحة، ولكن في الحقيقة أن إعاقة تحقيق المصالحة بشكل فعلي والقدرة على عدم المضي فيها للأمام هي مسألة خاصة بالأساس بحركة حماس، وخاصة أيضا بالسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. نعم يعني أستاذ بسام، يعني العودة للمجلس التشريعي أو طرح كل القضايا على المجلس التشريعي وأخذ رأي المجلس التشريعي، كيف كل ذلك والمجلس التشريعي مغيب أو معطل؟ هو مغيب، وكما فهمت أيضا أن الرئيس أبو مازن قال في لقائه مع الأخ مشعل وقال لنا أيضا أنه سيقول بوضوح أن مدة المجلس التشريعي انتهت ومدة الرئاسة انتهت، وبالتالي هناك حاجة لتجديد الشرعيات. هذه حقيقة، ونحن مع هذا التجديد منذ العام قبل أن يكون في أيار في العام القادم، ولكن في نفس الوقت إلى حين ذلك يجب الحفاظ على عدم استمرار هيمنة السلطة التنفيذية على كل السلطات في البلد. المشكلة ضحية الانقسام على المستوى الديمقراطي، وبالمناسبة فلسطين كانت متقدمة عن كل الجوار في الجانب الديمقراطي وكل المحيط الربيع العربي الآن يطرح شعارات ويريد مظاهر نحن كنا قد أنجزناها في سنوات سابقة، مثلا الانتخابات النسبية التعددية، الدستور الديمقراطي، كل هذه مسائل كان هناك تجربة فلسطينية متقدمة عليها. هذه التجربة كانت هي ضحية أولى للانقسام، لأنه بسببها تم تعطيل المجلس التشريعي وبالتالي غابت السلطة الرقابية، تم إضعاف سلطة القضاء أيضا بشكل كبير، وبالتالي الهيمنة أصبحت هيمنة وحيدة للسلطة التنفيذية على النظام السياسي. السؤال، هل نحن مضطرين أن تستمر هذه الهيمنة إلى حين الانتخابات القادمة، أو أن بالإمكان إعادة شيء من التوازن إلى حين ذلك؟ ومن هنا نحن نقول أيضا في سياق هذه المصالحة يجب أن يعود المجلس التشريعي للعمل بتفاهم طبعا، حتى يكون هو أيضا عنصر مسهل للوصول للانتخابات ولتنفيذ المصالحة، لا أن يكون عنصر معطل لها، ولا أن يبقى أيضا هناك ضحية لهيمنة السلطة التنفيذية، لأنه في نهاية المطاف الديمقراطية تبنى على تعدد السلطات، على فصل السلطات بالأحرى، فصل السلطات، وهذه سلطات كما هو معروف تنفيذية وتشريعية وقضائية. الآن ما يحكم في البلاد هو سلطة تنفيذية مهيمنة بشكل كامل على كل السلطات، وهذا أمر يجب أن ينتهي مع انتهاء أي يعني مع أي عملية جدية للمصالحة. أستاذ بس أستاذ بسام، يعني ذكرت مسألة الربيع العربي، الربيع العربي استفاد من تجربة الشعب الفلسطيني، والواقع الفلسطيني مثلا هو كما ذكرت الآن الديمقراطية وفصل السلطات. هل نستطيع أن نقول أن الديمقراطية الفلسطينية الآن هي تراجعت؟ نعم بدون شك، يعني في رأيي أن الانقسام بحد ذاته ما بعد انتخابات 2006
ونجاح تجربة إجراء انتخابات وتعددية وانتخابات شفافة بالمناسبة، وأيضا في نظام سياسي يعني له ملامح ديمقراطية واسعة جدا، سواء في القانون الأساسي أو في مرجعية القانون الأساسي القائم على وثيقة الاستقلال. نحن كنا متقدمين بشكل كبير. بعد الانقسام واضح أن هذه التجربة أريد إجهاضها، والمستفيد من إجهاضها كل القوى التي لا تحرص لا على ديمقراطية ولا على منح وطني للعملية. ومن هنا نحن رأينا مثلا أن إسرائيل كانت تحس بضيق شديد من نجاح الفلسطينيين في بناء تجربة ديمقراطية. هي كانت تراهن كل الوقت أنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، بينما كانت تنمو ديمقراطية منافسة لها في واقع الأمر في فلسطين. ولذلك هي أرادت أن تجهد هذه التجربة وأجهضت جزء كبير منها بالسلوكيات التي مارستها. والآن انظر للعالم، هذا العالم الذي يدعي الآن حرصه على الديمقراطية. طب ما احنا أجرينا انتخابات ديمقراطية، لماذا لا تحترم نتائجها هذه الانتخابات؟ لماذا فرضتم مقاطعة على السلطة؟ الآن هم يهددون بالمقاطعة لمجرد المصالحة مثلا على السلطة، وأيضا لا يزال يهددون بأنه لن يعترفوا ولا يريدوا أن المضي في حكومة وحدة وطنية وغيره. إذن طب السؤال كمان، حتى إذا ونحن نستعد لانتخابات قادمة في في أيار، نحن يجب أن نضمن جميعا أن هناك احترام لنتائج هذه الانتخابات من كل الأطراف الدولية. وهذه معركة أخرى بالمناسبة، نحن كلنا مع الأخوة في حماس، تأكيد تاريخ أيار للانتخابات يعني أننا سنصطف جميعا في جبهة موحدة من أجل اكتساب شرعية كافة القوى في النظام السياسي وعلى رأس حماس، لأنه حماس الآن لا يعترف في شرعيتها في النظام السياسي من كل الأطراف الدولية التي قاطعت حماس وغيره. إذن طب إحنا رايحين على انتخابات في أيار حتى نجدد ونكرر ما حصل في 2006؟ لا، إحنا رايحين بمعنى أن المجتمع الدولي أيضا يجب أن يحترم نتائج هذه الانتخابات حتى ينسجم ما يدعي حول الثورات العربية الأخرى مع الواقع الفلسطيني. ولذلك هي معركة سياسية كبيرة، والتفاهم السياسي فيها هو مفتاح الدخول لإعادة اكتساب شرعية الاحترام لنتائج الانتخابات. ومن هنا أعتقد بأن التجربة الديمقراطية الفلسطينية الآن يعني عليها يعني مهمتين مزدوجات. أولا أن تستعيد بسرعة كل إنجازاتها السابقة التي خسرت جزء كبير منها خلال الممارسات التي سادت فترة الانقسام، وكما قلت أبرز مظاهرها هيمنة السلطة التنفيذية على كل السلطات. والأمر الثاني أن تطور هذه التجربة الديمقراطية استنادا إلى تاريخ أن لديها تجربة متقدمة نسبيا عن غيرها من المحيط، وبالتالي هي كما يقول يعني 2-in-1 يعني مطلوب من ولذلك أي تأخير في هذا هو سيمس في هذه التجربة الديمقراطية. فلسطين يجب أن تستعيد روح كل تراثها السابق الديمقراطي الذي بنته خلال الفترات الماضية وهو شيء يعتز به، وأن تطور ذلك أيضا على ضوء تجربة التغيير الجارف القائم في المنطقة بشكل عام، والذي أبرز مظاهره بالمناسبة ليس فقط رفض الاستبداد والسعي من أجل الديمقراطية، وإنما أيضا رفض سياسات التنمية القائمة على الليبرالية الجديدة وعلى غياب العدالة الاجتماعية. وهذا أمر أيضا يجب أن يراقب في فلسطين، لأن صمودنا في المعركة الوطنية يعني أيضا تحسين حقيقي وجدي في الظروف الاقتصادية والمعيشية للناس. لا يعقل أن يستمر هذا الغلاء الفاحش وهذا الارتفاع في الأسعار وهذا البطالة وهذا الفقر وهذا غياب أي دعم حتى للسلع الأساسية في البلد، وضرائب 14% وغيره على سلع أساسية مقارنة بإسرائيل، ونحن في وضع اقتصادي لا يعني مختلف تمام الاختلاف. ولذلك نحن لدينا مهمة مزدوجة أن نكسب المعركة الوطنية والمعركة الديمقراطية والاجتماعية، وهذا هو في رأيي شعار وبرنامج يجب أن يحرص اليسار الفلسطيني من وجهة نظري أن يطرحه بقوة، وأن يكسب له أيضا حشد وتأييد من كافة القوى الوطنية في إطار منظمة التحرير، وأيضا أن يجر إليه حركة حماس التي يجب أن تكون منسجمة مع ذلك، وبالتالي نستعيد جميعا صيغة النضال الفلسطيني التي نريدها للمستقبل بشكل عام. أستاذ بسام، يعني مسألة الانتخابات مهمة جدا وهي عنوان عريض لمسألة الديمقراطية. الآن الانتخابات يجري الحديث عنها في شهر أيار، وفي السابق تم تحديد موعد للانتخابات وتثبيت، والكل لجنة الانتخابات المركزية بدأت تستعد وصرفت الأموال والطواقم أيضا التي تعبت من أجل إنجاح العملية الانتخابية. كيف تنظر إلى شهر أيار؟ هل فعلا يكون انتخابات في هذا الشهر مثلا؟
يجب أن نعمل من أجل ذلك. وأنا هنا أريد أن أقول أنه نحن أيضا قلنا يعني نحن نريد تجديد شرعيات الشرعيات لكل المؤسسات الفلسطينية وفي مقدمتها منظمة التحرير فيما والمجلس التشريعي والرئاسي. وقلنا أيضا أنه حتى تحركنا تجاه الانتخابات التشريعية والرئاسية للسلطة يجب أن ينسجم مع الحراك السياسي. نحن الآن نقول للعالم لا نريد استمرار مرحلة انتقالية للسلطة، نريد الانتقال لدولة. بالتالي انتخابات للتشريعي بهذا المعنى دون الربط بالحراك السياسي يجب أن يفحص. من هنا مثلا في حزب الشعب نحن قلنا نريد انتخابات لمجلس تأسيسي، ولكن إذا لم يحصل توافق على ذلك يعني نذهب لمجلس تشريعي من باب الرغبة في تجديد الشرعيات. ولكن أيضا في هذه الحالة يجب أن يحدد تاريخ لانتهاء هذا المجلس التشريعي، بمعنى أن السلطة الفلسطينية يجب أن لا تستمر كسلطة دائمة في ظل استمرار الاحتلال. هذا أمر يجب أن يفحص في سياق الحراك السياسي. ولكن ومن هنا نحن متمسكين بإجراء الانتخابات لكل المؤسسات. الاتحاد العام لطلبة فلسطين مؤسسة يعني هرمة إلى 20 سنة لم يجري فيها انتخابات، يديرها مجموعة موظفين كانوا نشطاء طلابيين ومناضلين، ولكن هم الآن أعمارهم تجاوزت ولا علاقة لهم في العمل الطلابي. لماذا يستمر الوضع هكذا؟ اتحاد نقابات العمال هذا الانقسام يجب أن ينتهي، في اتحاد الفلاحين، كل الاتحادات الشعبية المختلفة يجب أن يجري فيها تغيير حقيقي. المؤسسات المختلفة الآن الصحفيين يريدوا إجراء انتخابات، يجب أن يجروا، ويجب على حماس أن تفسح المجال لإجراء انتخابات في غزة، يجب أن تجري الانتخابات البلدية. هذه عملية يعني في رأيي هي محك لجدية ما يدور، ولذلك يعني نحن سنستفيد من هذا الاتفاق، تأكيد الاتفاق على إجراء الانتخابات من أجل ضمان أن تجري الانتخابات في موعدها، وبالتالي أن نذهب جميعا إلى هذه الانتخابات. وفي النهاية على شعبنا أن يحاكم على التالي، يعني كما يقال لا تنظروا فقط إلى الكلام ولكن راقبوا الأفعال. ومن هنا يعني في رأيي أن هناك امتحان جدي لمصداقية أي لقاءات وأي اتفاقات فلسطينية بالأفعال. نحن من طرفنا نأخذ هذا الأمر بجدية وسنسعى من أجل أن يكون هناك تنفيذ حقيقي للأفعال، وأيضا سنعترض ونرفض ونواجه أي مساعي لتعطيل تحويل الأقوال إلى أفعال. شكرا جزيلا أستاذ بسام الصالحي، أمين عام حزب الشعب الفلسطيني وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني، شكرا جزيلا. شكرا لكم، وابقوا معنا أعزائنا المشاهدين، بعد هذا الفاصل نتواصل نحن وإياكم ومشوارنا. صباح الخير طول كريم، كونوا معنا وتابعونا.